بعض المصطلحات الخاصة بالعيد بالتركي. صدقة الفطر يعني فترة فترة. أنا علي أنطق وأنت اكتب تحت في التعليقات. طيب شنطة رمضان أرزاقية أرزاقية. طيب دلوقتي عيد الفطر يعني شكر بيرامي، شكر اللي هو السكر، بيرام يعني عيد، شكر بيرامي عيد السكر اللي هو عيد الفطر. طيب عيد الأضحى قربان بيرامي، قربان بيرامي. طيب دلوقتي يصوم يعني روتش تطمك، تطمك يعني يمسك، وروتش يعني الصوم، روتش تطمك تمام يعني يصوم. طيب بالنسبة ليفطر اللي هو في ساعة المغرب ساعة الأذان، روتش أتشمك، أتشمك يعني يفتح، روتش أتشمك. طيب يفسد صومه، يفسد صومه اللي هو بيفطر عمدا يعني، روتش بوزمك، بوزمك يعني ايه؟ يعني يفسد تمام، روتش بوزمك. طيب دلوقتي واحد عايز يقول لك انا فاطر بس بيجيبها لك بالطريقه، مش عايز يجيبها لك مباشر كده، بيقول لك ايه؟ ايوه رمضان بزا اوراش ماضي، يعني رمضان ما عداش علينا، يعني بيقولها بالطريقه، عايز يقول لك ايه؟ انه فاطر. صوم طيبين، ولو في اي مصطلح لسه في دماغكم ما تنسوش يا ريت تكتبوه تحت في التعليقات وشير الفيديو.